خبر اولي عدنا انسيا مندو وصول حسابه بالانستغرام للمليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا تتون يا حبايب نتبركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. ننتقل حاليا نيرمين، واليوم يا حبايب عيد ميلادها، او مو اليوم هو امبارحه تحديدا، فكل عام بخير عقبال مليون سنه يا رب. وطبعا تتون يا حبايب نتعودوها بالكومنتات على عيد ميلادها. ننتقل حاليا لسرقه باريش داداوي وياشيم القمر الطائي ونورمار، وتهجم المتابعين عليهم بشكل مو طبيعي. القصة كلها بدأت يا حبايب لما نورمار نزل هذا المقطع قبل سنتين، شوفوه. جدادو ياشيم يا حبايب اليوم نزلوا هذا المقطع اللي كان نفس الفكرة بالضبط، نسخ لصق. شوفوا اللقطة، ربطكم يا ركزوا بي انه هو نفسه بالضبط. يا حبايب انهالوا عليه بالتهجم لباريش داداوي ياشيم، ويقولوا انه هذه هي فكره نورمار، انتم سارقين الفكره من عنده مثل ما شايفين بالكومنتات اللي حصل لايكات عاليه كلش. فكتبوا بالكومنتات يا حبايب، هل تتوقعون انه هو استقصد يقلد نورمار وقمر، او انه هي بالصدفه؟ وشنو رايكم؟ ننتقل حاليا نور ستار، وبالنسبه لاول شيء واللي هو اعلانها عن الفيديو الخرافي اللي راح اسويه ويا برهوم المعراوي. الغريب الموضوع يا حبايب بعد تنزيل هذا الستوري، واللي هو انه برهوم كان لابس بدله رسميه وكان كتب عليها فيديو فضايح، وبنفس الوقت الى علاقه شكل بالزواج. لاحظ لكم فيديو من الثنين، فاكتبوا بالكومنتات ايش قد انتم متحمسين لهذا المقطع وشو تتوقعون راح يكون. بالنسبه لثاني شيء يا حبايب اللي هو انه نور ستار تعرضت للتهجم بشكل مو طبيعي بعد تنزيل هذا الفيديو يا حبايب على التيك توك، اللي كان فكرته انه سوينا وشم، ولكن بعد ما قالوا الناس حرام سالنا الشيخ انه هو قال حلا هذا الترند يا حبايب حاليا مشتهر. فالمتابعين يا حبايب كان عندهم سببين للتهجم، هو نوعا ما سببين منطقيين. اول سبب يا حبايب اللي يقولوا انه هذا الشيء مو حلال وانتم قاعدين تحللوه بكيفكم، استغفر الله من هذا الكلام. وثاني شيء هم قاعدين يقلدون قمر الطائي، فبنفس اليوم وبنفس الثانيه تقريبا نزل الفيديو، بعد كم ساعه نور ستار راح تنزل نفس الفكره بالضبط اللي سواها نورمار وقمر. وش الغريب يا حبايب انه فيديو نورمار وقمر ما تعرض ابد للتهجم، وانما الناس كانوا فرحانين بسبب عوده نورمار وقمر الطائي للتصوير ويا بعض خاصه بالتيك توك. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل جات نور ستار فعليا استحقت هجوم اللي تعرضت له، وهل استقصدت التقليد او لا؟ لان الصراحه الموضوع نزل بعده بكم ساعه تقريبا. طبعا ما شاء الله قمر طاي ونورمار مستمرين بتوزيع الافكار والناس يبقون منهم. ننتقل حاليا ليارمار وشنو قصه الاكتئاب وياها. فبعد ما انقطعت عن اليوتيوب يا حبايب والسوشيال ميديا بشكل عام يعني، وتنزل هذا الستوري انه نوعا ما كان غريب، وكانت تحكي بيه نوعا ما عن الاكتئاب. فاغلب المتابعين شيء طبيعي كانوا يتوقعون انه هي اكتئبت بسبب نورمار وقمر طاي حاليا قاعدين يصورون ويا بعض، ولكن لا يا حبايب هي انكرت هذا الموضوع، وانما طلعت بثلاث ستوريات امبارحه ونكرت وقالت انه هي مجرد كانت مريضه، فلهذا هي غابت عن السوشيال ميديا واكثر. فاكتبوا لي كومنتات ايش رايكم بالخبر. بالختام احمد حسن وزينب وتوضيحهم شنو كان هو السبب اللي مخليهم حاليا ينزلون فيديوهات جديده، بسبب انه اخر فيديو طبعا من 13 يوم زينب نزلت شويه ستوريات تقول بها انه السبب الحقيقي ما قاعد يخليها تنزل فيديوهات، واللي هو انه هي شويه مكتبه وتعبانه. راح اعطيكم الستوريات. رجعت انزل فيديوهات كتير قوي، بس كنت تعبانه شويه، وان شاء الله في فيديوهات كتير الفتره الجايه. اسفين انا بس تعبانه فعشان كده ما بنزلش، بس الايام اللي جايه هنزل لكم فيديوهات كتير قوي 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 قوي. انا بس ايه يعني عايزه حد يدعي لي ان انا افوق كده وما بقاش تعبانه عشان نصور. وبطلع حبايب ان وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس. جايكم فيزياء من قادم القصص، احبكم ومع السلامه.